الدولة المصرية برضو في تحركاتها على مدار النهاردة وامبارح. كان في مؤتمر مهم جدا، هو المؤتمر الـ30 اللي بيعقده المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبينظم وبيدعم هذا المؤتمر وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة. احنا عندنا في 300 عالم كانوا موجودين، 300 عالم كانوا موجودين في هذا المؤتمر اللي كان اسمه فقه بناء الدول رؤية عصرية. الناس اتناقشت في كلام كتير جدا على انه بناء الدول والحفاظ عليها يصل الى مرحلة انه فريضة، يعني الدين يعني يلح على ذلك، انه الحفاظ على الدول وحمايتها بقى من الشائعات، من الحروب اللي بتتعرض ليها، يصل الى درجة الفريضة. وكان في امبارح كلام مهم جدا قال وزير الاوقاف السعودي، وقال انه يعني ما فعله عبد الفتاح السيسي وما فعلته مصر من ايقاف نمو جماعه الاخوان الارهابيه امر يخدم الاسلام بشكل كبير. وده كلام حقيقي جدا، مش بيخدم البلد بس، لا بيخدم الاسلام. لان انا عايز اقول لحضراتكم على حاجه، انه جماعه الاخوان كانت اخطر على الاسلام من أشد أعدائه، لأن هو بيتكلم بلسان إسلامي وهو بيتكلم بلسان إسلامي بيخرب، فهنا خطره أكتر. لكن لفت انتباهي النهاردة، طبعا كان اليوم الثاني والأخير في المؤتمر، دكتور مختار جمعة خد 54 واحد من بيمثلوا وزراء ومفتين في بلادهم، وراحوا عملوا حاجة لفتة للانتباه. إيه هي؟ راحوا صلوا الظهر في مسجد عمرو بن العاص، وبعد ما صلوا الظهر في مسجد عمرو بن العاص خدهم وراحوا زاروا الكنيسة المعلقة اللي هي على بعد خطوات من مسجد عمرو بن العاص. وبعد ما خلصوا زيارة الكنيسة المعلقة خدهم وراحوا وسط البلد زاروا المعبد اليهودي اللي في شارع عدل. ممكن ناس كتير ما تتوقفش عند المشهد ده، بس أنا بتكلم على إيه؟ 54 عالم يعني وزراء أوقاف في بلادهم ومفتين يتولوا مهمة الإفتاء في بلادهم، صلوا الظهر في مسجد عمرو بن العاص، طلعوا من مسجد عمرو بن العاص على الكنيسة المعلقة، ومن الكنيسة المعلقة طلعوا على المعبد اليهودي، في إشارة إلى أنه هذا البلد يضم الجميع، أنه هذا البلد متسامح جداً ولا بد أن يعود إلى سيرته الأولى في أنه يكون متسامح مع الجميع. الـ300 عالم اللي اجتمعوا على مدار يومين طلعوا وثيقة اللي هي وثيقة القاهرة للمواطنة. كلمة المواطنة لما بتتقال فبيجي في دماغنا على طول اللي هي إيه؟ مسلم ومسيحي. يعني أول ما نقول المواطنة فتيجي في دماغك مسلم ومسيحي، ونقعد نتكلم على قبول الآخر وعلى الأديان بتتسامح مع بعضها إزاي، وأنه المسيحيين ليهم نفس حقوقنا وعليهم نفس واجباتنا، ونقعد نقول الكلام ده. لكن المؤتمر ده أثبت الحقيقة في خطوة متقدمة جدا وحضارية وراقية جدا، أنه المعنى المواطنة أشمل بكتير قوي. ولذلك مثلا مهم أن احنا نستعرض مع حضراتكم بنود وثيقة القاهرة للمواطنة، لأنه مصر النهاردة في هذا المؤتمر اللي بيعقده المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، المؤتمر الـ30، بتقدم رؤية مختلفة للعالم، ودي وثيقة من الوثائق المهمة جدا. المسألة محتاجة ايه؟ محتاجة انك تفهم اللي حاصل وتقدره، لانه ده جهد يضاف الحقيقة مش لمصر ولا للدول العربية والإسلامية، لكن يضاف للإنسانية كلها. طيب البنود اللي في موضوع المواطنة ايه؟ وثيقة المواطنة بتقول رقم واحد، إن المواطنة عطاء وانتماء واحترام لكل شعارات الدولة من علمها من علمها ونشيدها الوطني وسائر شعاراتها المادية والمعنوية. ضرورة احترام القانون والدستور والنظام العام للدولة ومؤسساتها. احترام عقد المواطنة بين المواطن والدولة، سواء كان المسلم في دولة ذات أغلبية مسلمة أم في دولة ذات أغلبية غير مسلمة. أن فقه المواطنة، بند الرابع، أن فقه المواطنة لا ينحصر في محور العلاقات بين أصحاب الديانات المختلفة،
وإن كان العمل على ترسيخ أسس العيش المشترك بين أصحاب الديانات المختلفة أحد أهم مرتكزات. وهنا يجي كلام مهم جدا في البند الخامس في وثيقة القاهرة، بيقول إنه مفهوم المواطنة يتسع لتحقيق جميع جوانب العدالة الشاملة بين المواطنين جميعا، بعدم التفرقة بينهم على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق أو المذهب، وضرورة إعطاء المرأة حقها كاملا غير منقوص، وهو ما يحققه الفهم الصحيح لنصوص القرآن والسنة. البند السادس في وثيقة المواطنة بتقول ضرورة العناية بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وإعلاء قيم التكافل المادي والمعنوي بين أبناء الوطن جميعا، وهو ما يحققه الفهم المستنير والتطبيق الصحيح لفقه الواجب الكفائي اللي هو فرض كفاية. ترسيخ مبدأ الحق والواجب بين المواطنين والدولة وبين بعضهم وبعض، فكما يحرص المواطن على أخذ حقه يحرص على أداء ما عليه من واجبات تجاه الدولة وتجاه غيره من الأفراد، وقيام الدولة بالعمل على توفير حياة كريمة لمواطنيها والعمل على حفظ حقوقهم في الداخل والخارج. البند الثامن من هذه الوثيقة المهمة بيذهب إلى قيام سائر المؤسسات الدينية والثقافية والتعليمية والإعلامية بالعمل الجاد على بيان مفهوم المواطنة المتكافئة، وضرورة الحفاظ على الدولة والعمل على رقيها وتفنيد أباطيل الجماعات المتطرفة تجاهها، وتعاون هذه المؤسسات في تنفيذ ذلك وفق استراتيجية شاملة ومشتركة. التوصية بتشكيل فريق عمل من العلماء المشاركين ليكونوا سفراء لهذه الوثيقة في مختلف دول العالم. أنا عايز أقول لحضراتكم إنه هذه الوثيقة اللي خرجت بعد نقاش من 300 عالم من دول العالم العربي والإسلامي، وزراء أوقاف، مفتيين، علماء متخصصين، إضافة للإنسانية، لأنها بتوسع مفهوم المواطنة. أنت فرد في العالم، لك حقوق وعليك واجبات، القانون هو اللي بيحكمك، مفيش دخل هنا لمسألة التفرقة على أساس دين. يعني أنت لو مسلم في دولة أغلبيتها مسلمين فما تبقاش مميز، أو أنت مسيحي في دولة أغلبيتها مسيحيين فما تبقاش مميز. لا، المواطنة معنى عالمي بينصرف إلى أن المرأة تاخد حقوقها، أن ذوي الاحتياجات الخاصة ياخدوا حقوقهم، كبار السن ياخدوا حقوقهم. فإذا هنا في اتساع بمفهوم ديني يتجاوز أن المواطنة هي مسألة مسلم ومسيحي. لا، ده معنى إنساني أوسع، وده اللي احنا محتاجينه من علماء الدين، لأنه في بعض الناس بيبقوا بيعادوا الدين وعلماء الدين على إطلاقه، يعني في المطلق كده أي حاجة تيجي فيها كلمة دين يقولك لا 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 بلاش. احنا ما بنقولش ده، احنا بنقول نريد تصحيح طريقة الأداء، انه رجال الدين ما يبقوش محصورين في معنى ضيق جدا، لانه لما بيتحصر في معنى ضيق بيضيق على الناس عيشته. تمام. طيب، ده يقودنا الى ايه بقى؟ الى نقطة مهمة جدا. طيب، خلونا ناخد التليفون ده لانه مهم جدا. يعني الدكتور عبد الحميد متولي، رئيس المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه في البرازيل. دكتور عبد الحميد، اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. يعني انا كنت بأشير الى وثيقه القاهره للمواطنه، وكنت بقول ان احنا بنخطو هنا خطوه واسعه جدا، انه يعني رجال الدين والدين ينظر الى الانسانيه بمفهوم اوسع، لانه لا تحصر هي المواطنه في مساله المختلفين بين الأديان. تعليقك على ده إيه؟ وما جرى في المؤتمر أيضا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الكريم الحبيب وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. وبعد، أشكر حضرتك على أن أتحت لي هذه الفرصة حتى أتحدث إلى العالم أجمع بأنه من هنا ومن القاهرة لكل أنواع العنف والإرهاب وقصار النظر خرجت هذه الوثيقة امتدادا لوثيقة المدينة لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فخرجنا بخلاصة ما أعظمها من خلاصة في هذا المؤتمر، وهو أولا المواطنة
معناها الحقيقي أنها عطاء وانتماء واحترام لكل شعارات الدولة من علمها ومن سائر شعاراتها. ولعلنا نلحظ أن المؤتمر بعنوان فقه بناء الدولة، وما هو الفقه؟ الفقه هو الفهم. الفهم صحيح. ورسول الإسلام صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمشكلتنا الحقيقية ليس العلم بالدين، وإنما مشكلتنا الحقيقية فهم. هي فهم علم الدين. لأن قصار النظر الذين أساءوا الفهم، والذين أولوا الآيات والأحاديث على غير معناها، كان ذلك سببا وجديرا بهذا الانحطاط الذي وصل إليه هؤلاء، أن يتخذوا من بعض الشخصيات أنها أصبحت هي إلههم الذي يعبدونه من دون الله ويجاهدون من أجله. كل هذه الأمور ليست من الإسلام في شيء، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات ماذا قال سيدنا أبو بكر الصديق؟ قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. صحيح. فالدولة ينبغي المحافظة عليها والمحافظة على كل أركان هذه الدولة، ولا يسمح أبدا بأن أحد من الداخل أو من الخارج يعني تسول له نفسه أن يحط من شأن الدولة أو من أركانها أو من رئيسها أو ينال من جيشها أو من شرطتها، وإنما يجب المحافظة على كل من يحافظون على هذا الوطن الجميل الذي يتمنى العيش فيه الكثير من بلاد العالم. صحيح. طيب أنا عايز أسألك على الجولة اللي حصلت النهاردة، صلاة الظهر في مسجد عمرو بن العاص، ثم زيارة الكنيسة المعلقة، ثم زيارة المعبد اليهودي. هذه كانت إشارة ولفتة عظيمة من السيد معالي وزير الأوقاف المصرية ليبين فكره المستنير وخطابه الجديد الذي يدارسه ليل نهار للأئمة والدعاة، ليس فقط في مصر وإنما في كل أسبوع تقدم خطبة وتترجم إلى جميع اللغات للعالم حتى يفهم الناس الفهم الصحيح، أن من أهمية هذا المؤتمر أننا خرجنا بترسيخ فقه المواطنة الذي يعني الإيمان بالتعددية، يعني الإيمان بالتعددية واحترام الغير، لأننا لا ينبغي أن نقول الآخر، لأن هذه كلمة الآخر لا تجوز أن يقول الإنسان أن نحترم الآخر. هذا كان بين الأبيض والأسود في أمريكا، لكن نحن المصريين نحترم جميع المواطنين، ليس هناك فرق بين أحد في المواطنة. صحيح. الوطن ينبغي، ليس هناك مواطن درجة أولى ودرجة ثانية. يعني كانت هذه الزيارة تأكيد على هذا المعنى. بشكرك دكتور عبد الحميد متولي. نعم. بشكرك. نعم. جدا. نعم. بشكرك. اهلا وسهلا. بشكرك رئيس المجلس. بلقائكم. الف شكر. رئيس المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه في البرازيل واحد المشاركين في مؤتمر فقه بناء الدول. الحقيقه بشكر وزاره الاوقاف وبشكر دكتور مختار جمعه وزير الاوقاف على هذا المؤتمر، لانه احنا عندنا جهود حقيقيه بتحصل على الارض، لكن تقديرها نفسه هو اللي قليل شوية، ناس يمكن مش متابعة الحكاية. طيب يبقى إذن أنا بأكد هنا إيه؟ زي ما بدأت بأنه الدولة المصرية تواصل عملها وتواصل توسيع إنجازاتها على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي وعلى المستوى حتى الاجتهاد الفقهي وتجديد الخطاب الديني. ده موجود على الأرض، مش هنقدر ننكره. ممكن نختلف في التفاصيل شوية، يبقى في عندك وجهة نظر عندي وجهة نظر، لكن في النهاية هذا ما يحدث. اللي حاصل ده في ناس مش عاجبها،